بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلبة المرحلة الرابعة قسم اللغة العربية في كلية النور الجامعة في محاضرتنا العاشرة، والتي سنبدأ الحديث فيها عن الجمل وأنواعها من حيث إعرابها أو عدم إعرابها، من حيث موقعها من الإعراب أو من عدم موقعها من الإعراب. وسنتناول في هذا الدرس الجمل التي لها محل من الإعراب. أقول الجمل لا يكون لها محل من الإعراب إلا إذا أولت بمفرد، لأن المفردات، المفرد، الكلمة المفردة هي التي لها علاقة ببعضها. فإذا كان لها علاقة بمعنى لها موقع من الإعراب، فإذا كانت الجملة مؤولة بالمفرد سيكون لها موقع من الإعراب. وهذه الجمل عددها 7، وسنبدأ بالجملة الأولى، الجملة الخبرية. الجملة الخبرية تكون في محل رفع إذا كانت خبرا للمبتدأ. أقول الطالب يتقن دروسه، فالطالب مبتدأ أخبرنا عنه بجملة يتقن دروسه، فيتقن فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو، ودروسه مفعول به. يعني كأني قلت الطالب متقن دروسه، فالجملة هي مؤولة بالمفرد، ولذلك يعني صار لها موقع من الإعراب. الجملة، ويمكن أن تكون الجملة أيضا في محل رفع إذا وقعت خبرا لإن أو إحدى أخواتها. أقول مثلا إن الطالب يتقدم يوما بعد يوم، أو إن الوطن يتقدم يوما بعد يوم. جملة يتقدم هي في محل رفع خبر لإن. إذن الجمل، ممكن الجمل الخبرية ممكن أن تكون مرفوعة في حالتين، عندما تكون خبرا لمبتدأ، وعندما تكون خبرا لإحدى الأحرف المشبهة بالفعل لإن وإحدى أخواتها. وقد تكون جملة الخبر منصوبة عندما تكون خبرا لكان، أو خبرا لكاد، أو خبرا لما أو إحدى أخواتها المشبهات بليس. ففي هذه الحالة نقول مثلا إن المطر يحيي الزرع، إن من الأحرف المشبهة بالفعل، والمطر اسمها، ويحيي فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره هو، والزرع مفعول به. هذه الجملة، جملة يحيي الزرع، في محل نص، في أقول إذا تحدثنا الآن عن كان، قلت أقول كان المطر مثلا ينهمر، كان المطر ينهمر بقوة، وكان فعل ماضي ناقص، والمطر اسمها، وينهمر فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره هو، وبقوة جار ومجرور. الجملة في محل نصب خبر كان. إذن الجملة الخبرية ممكن أن تكون في محل رفع إذا كانت خبرا للمبتدأ، أو خبرا لإن أو إحدى أخواتها، أو تكون في محل نصب إذا كانت خبرا لكان أو لكادة أو إحدى أخواتها أيضا، أو لما العامل عمل ليس. هناك من يجعل الجملة الإنشائية أو الطلبية
يجعلها خبرا كقولنا مثلا زيد اضربه أو زيد ساعده. هناك من يرى أن جملة ساعده اللي هي فعل أمر، وهذه جملة إنشائية لأنها لا تحتمل الصدق والكذب، يقول هي في محل رفع خبر. هذا عند من يجيز أن تقع الجملة الإنشائية خبرا، وإلا فالخبر في مثل هذه الجمل محذوف أو مضمر، يعني على رأي البعض الآخر. وحتى نستفيد من درسنا هذا بشكل أوثق، أقول اكتبوا عندكم الجمل الآتية وأعربوها كواجب بيتي. الجملة: الناشطون أمامكم الآن يساعدون الضعفاء، إن النجوم يزداد بريقها في الصيف، أصبح البيت سكانه يقظون. تعربون الجملة بأكملها وتركزون على الجمل التي لها محل من الإعراب، وتجدون ما هو موقعها في هذه الجمل الثلاثة. هذه الجملة، يعني هذا الجملة الخبرية، هذه الجملة الأولى. ثانيا الجملة الحالية، يعني هناك جمل تقع موقع المفرد في موضع الحال. لاحظوا، قلت جاء الطفل يضحك، بمعنى جاء الطفل ضاحكا. جاء الطفل فعل وفاعل، ويضحك فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره هو، وجملة يضحك في محل نصب حال. حال لمن؟ حال للطفل. لو نظرنا إلى الطفل لوجدناه معرفة، مستعينين بالقاعدة التي تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إذا الجمل تكون بعد المعرفة حالا، يعني أنا إذا رأيت رجل أعرفه، أو إذا رأيت رجلا لا أعرفه، فأنا يعني أنا أسأل، يعني أسأل عن بعض صفاته، يعني من أين جاء، أين يعمل. أقول جاء 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 رجل، يعني جاء رجل يريد أن يكلمنا. جملة يريد أن يكلمنا هذه صفة من صفات هذا الرجل لأننا لا نعرفه. أما لو قلت جاء أبوك، أو رأيت مثلا أباك يكلم الناس، جملة يكلم الناس حال، لأن أباك أنا أعرفه وأنت تعرفه. أنا إذا رأيت شخصا أعرفه لا أسأل عن طوله وعن اسمه وأين يعمل، أسأل عن حاله. أنا إذا رأيت شخصا أعرفه فأسأل عن أحواله. أما إذا رأيت شخصا لا أعرفه فأنا أريد أن أعرف، أجمع معلومات عنه لأرى شيئا من صفاته. لذلك قال النحويون الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لاحظوا جملة يضحك وقعت بعد معرفة، فهي في محل نصب حال. هذه الجملة، يعني جملة الحال، وكل جملة ينبغي أن يكون لها صلة ورابط يربطها بصاحب الحال، أن يكون لها رابط يربطها بصاحب الحال. لاحظوا أنا أقول مثلا، أقول هذه
لاحظوا، يجب أن ترتبط جملة الحال بشيء، إما بضمير. لاحظوا هذه الجملة، جاء عصام، جاء عصام كتابه بيده، جاء فعل ماضي وعصام فاعل، كتابه بيده، كتاب مبتدأ وهو مضاف لها في محل جر مضاف إليه، بيده جار ومجرور مضاف إليه، الجملة في محل رفع خبر. الآن الذي يهمني أنا أن الهاء في كتابه، في الكتاب، هي عائدة إلى عصام. هذه الهاء هي التي ربطت جملة كتاب، جملة كتابه بيده بعصام، فالهاء في كتابه عائدة إلى عصام، وهو صاحب الحال، وهو المعرفة. جملة كتابه بيميني في محل نصب حال. أحيانا الرابط يكون واو الحال، الجملة الحالية تكون مصدرة بواو الحال، رجع المسافرون والمطر يهطل. إذا رجع المسافرون في حال كون المطر يهطل أو ينزل، فالواو واو الحال والمطر مبتدأ ويهطل خبر. الرابط هنا الواو، فلا بد، أنا قلت لجملة، هذه الجملة لجملة الحال، أن يكون لها رابط يربطها بصاحب الحال، وصاحب الحال لا يكون إلا معرفة. قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا، انتبهوا إلى هذا، إلى هذه الآية الكريمة. لا تقربوا، لا ناهية، وتقربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، علامة جزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو في محل رفع فاعل. الصلاة مفعول به. وأنتم سكارى، لاحظوا الواو واو الحال. أنتم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، سكارى خبر. الجملة الإسمية أنتم سكارى في محل نصب حال. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم، دحقوا جملة وهم يلعبون، هذه جملة حالية، الواو واو الحال، وهم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، يلعبون جملة يلعبون من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. هذه الجملة الإسمية في محل نصب حال. وإذا أردنا إعراب الآية الكريمة كاملة راح أقول ما يأتيهم، فما نافية، ويأتي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. من ذكر، من حرف جر زائد، وذكر فاعل، يأتي مجرور لفظا مرفوع محلا. ما يأتيهم من ذكر، يعني ما يأتيهم ذكر. الحروف الزائدة كيف أتعرف عليها؟ أولا تكون في جملة منفية، وثانيا إذا حذفتها لا يختل المعنى. ما يأتيهم ذكر، أو قلت من أجل التوكيد فذكر، فجيء بمن، بمن هي زيادة في في التأكيد، فمن هي زائدة، هي ليس هناك شيء زائد، إنما جاءت لتؤكد الجملة. من ربهم، من حرف جر، وربهم اسم مجرور وهو مضاف لها في محل جر مضاف إليه، ومحدث هذه صفة لذكر،
إلا هوني أداة حصر استمعوه فعل وفاعل ومفعول به. لاحظوا استمعوه استمعوه استمع فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو في محل رفع فاعل، والهاء في محل نصب مفعول به. وهم يلعبون، هذه الجملة الاسمية هي في محل نصب حال. أنا ضربت لكم أمثلة أخرى زيادة في الإيضاح. هذا الموضوع لا يوجد في كتابكم، هذا من الموضوعات المقررة للصف الرابع ولكنها غير موجودة في كتاب ابن عقيل، وأنا حاولت أن أشرحها أو أن أتي بها مفصلة من جهة ومبسطة من جهة ثانية، والمسألة لا تفهم إلا بكثرة الأمثلة. لاحظوا هذا البيت: بأي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سلتي، يعني بالسيوف لم تكثر القتلى بها حين سلتي. جملة لم تكثر القتلى في محل نصب حال من سيوفهم. بأيدي رجال، بأيدي رجال جار ومجرور ومضاف إليه، ورجال كذلك لم أداة نفي وجزم وقلب، يشيم فعل مضارع مجزوم بلم، والواو فاعل والسيوف مفعول به والهاء مضاف إليه. بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى، الواو عاطفة ولما ذات نفي وجزم وقلب، وتكثر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وكسرت بالتقاء الساكنين ولم تكثر القتلى، القتلى فاعل والضمة يعني مقدرة للثقل، بها حين سل الدهق، سل فعل ماضي مبني للمجهول، سل ونائب الفاعل هي عائدة إلى السيوف، والتاء تاء التأنيث الساكنة كسرت القافية حين سلتي. هكذا علينا أن يعني نتدبر أمر الأمثلة التي تريدنا حتى نتذكر ما كنا قد درسناه من قبل. وأتيت لكم ببيت أكيد قد سمعتموه، هو من قصيدة البردة لكعب بن زهير اللي يقول: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مقبول. أنا أتيت بهذا البيت: شجت بذي شبم من ماء محنية. هنا شبم طبعا مكتوبة كتبت يعني إملاء بالخط يعني بالخطأ يعني طباعي، يعني المفروض يخلي تنوين. شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. جملة وهو مشمول أيضا هي جملة اسمية متكونة من مبتدا وخبر، هي في محل نصب حال. وشجت يعني هو يتحدث عن هنا عن ماء صاف بذي شبم، شبئ ماء البارد من ماء محنية صاف، أي أيضا صفة، بأبطح أضحى، أضحى يعني هو، وهو مشمول. هذه الجملة في محل نصب، في محل نصب حال. أنا ذكرت لكم شيء آخر، لاحظوا هذه الآية، لاحظوا قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، يعني هو الأغلب أن تقرأ هكذا: ولا تمنن تستكثر. لا ناهية، وتمنن فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، علامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت، تحق تستكثر فعل مضارع
طبعا الفاعل مستتر والجملة في محل نصب حال، يعني لا تعطي مستكثرا. أما الذين قرأوها بالجزم فشيء آخر، ذاك الوقت أصبحت هي جواب النهي، لا تمنن تستكثر، لكن هي الغالب أن تقرأ هكذا تستكثر. إذا استمر علينا نوعان من الجمل، الجمل الخبرية والجمل الحالية. الجمل الخبرية ممكن أن تكون مرفوعة يعني في محل رفع، وممكن أن تكون في محل نصب، وقد ذكرنا أمثلة لذلك. أما الجمل الحالية فكما وجدتم الحال منصوب، فالجمل إذن الحالية تكون في محل نصب. الجملة الثالثة من الجمل التي لها محل من الإعراب، الجمل التي تقع مفعول به، أقول المفعولية، دائما أو غالبا تقع بعد القول، فيكون ما بعدها أقول هذا مقول القول، مفعول به مقول القول، يعني غالبا تقع بعد القول. قال تعالى قال إني عبد الله، لاحظوا عندما جاءت إن مكسورة، لأن ما بعدها يأتي جملة، ما قال أني، تصبح ذاك الوقت مفرد يصير مصدر. قال إني عبد الله، إن من الأحرف المشبهة بالفعل، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها اسم إن، وعبد خبر خبر إن، وهو مضاف ولفظ جلالة مضاف إليه. فإني عبد الله في محل نصب مفعول به للفعل قال، يعني نحن نقول عليها مقول القول، وتقع الجمل مفعولا به بعد أفعال الظن المعلقة. ما معنى معلق؟ وأنا أظن أنها قد مرت عليكم في الصف الثاني، الصف الثاني، نعم، في المرحلة الثانية في أفعال اليقين، عندما تعلق عن العمل لفظا، ولكن يبقى عملها مقدرا، وذلك إذا حال بين الفعل والمفاعيل اسم استفهام أو حرف استفهام. يعني أنا عندي الظن، ظن وأخواتها، إذا علقت عن العمل لفظا دحق لم أعلم، أزيد مسافر، هنا هذا استفهامية، الهمزة للاستفهام، هذه الهمزة أحالت بين أعلم وزيد مسافر، علقت أعلم عن العمل، علقت لفظا. أنا لو أحذف هذه الهمزة أقول لم أعلم زيدا مسافرا، صار عندي هون مفعول أول وهون مفعول ثاني. عندما أدخلت هذه الأداة الاستفهام علقت أعلم عن العمل باللفظ فقط، لكن لاحظوا أنا عند الإعراب ماذا سأقول، فلم أداة نفي وجزم وقلب وأعلم فعل مضارع مجزوم، وهو من الأفعال الذي ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، الهمزة للاستفهام علقت أعلم عن العمل وزيد مبتدأ ومسافر خبر. يعني في البداية قبل ما علق عن العمل كان زيد مفعول أول ومسافر مفعول ثاني، الآن أصبح زيد مبتدأ ومسافر خبر، الآن الجملة الإسمية في محل نصب مفعول به للفعل أعلى. فنحن نعربها مبتدأ وخبر، وبعد ذلك نحن نرجع ونقول أنها هي في محل نصب سدت مسد مفعولي أعلم.
قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. ونادى نوح ربه فقال، تحقوا بعد قال الجملة ربي إن ابني من أهلي، هذه في موقع المفعول به. وحتى نستكمل المعرفة نقول نادى فعل ونوح فاعل وربه مفعول به والهاء مضاف إليه، فقال عاطفة وقال فعل ماضي، وربي هنا يعني يا ربي منادى بحرف نداء محذوف. وهو مضاف، طبعا الياء المحذوفة مضاف إليه ربي. إن من الحرف المشبه بالفعل، ابني من أهلي هذا معروف إعرابه، ونقول لكن احنا نحكي على الجملة هي في محل نصب مفعول به للفعل قال. ومنه قوله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ لحظة ظرفية، هذه نادى ربه مفعول به نداء، نادى منادى نداء فمفعول مطلق هنا، وخفيا صفة. قال ربي إني وهن العظم مني. قال دحكم بعد قال همجة، عندي لفظ الجلالة هذا منادى بحرف نداء محذوف، وإني ووهن بمعنى ضعف، وهن فعل ماضي والعظم فاعل، والجملة خبر إن يعني في محل رفع. لاحظوا إحنا الآن نكرر ما قلناه قبل قليل. لاحظوا الآن ورد عندي جملة خبرية مرفوعة لأنها وقعت خبر إن اللي هي وهن العظم، لكني الآن أتحدث عن جملة واقعة مفعولا به. فهذه يعني هذه الآية نحن نرى أكثر من جملة لها محل من الإعراب. يعني لو سئلنا وجيء بهذه الآية لنا وسئلنا عنها وسئلنا عن نستخرج الجملة لقلنا أنه هناك أكثر من جملة، أكو جملة خبرية وأكو جملة مفعول به مفعولية. نحو وهن العظم هاي خبرية، وجملة إني وهن العظم مني هاي مفعول به. فإحنا في مثل هذه هكذا حالات علينا أن نتدبر ما نقرأ حتى نتوصل إلى خفايا ما نقرأ. لاحظوا هذا البيت أنا أتيت به أيضا: رجلان من مكة أخبرانا. رجلان من مكة أخبرانا إنا رأينا رجلا فرحانا. لحقوا أخبرانا، أخبرانا أخبر فعل ماضي مبني على الفتح وألف الاثنين فاعل والنا مفعول به. رجلان أخبرانا، جملة أخبرانا خبر للرجلان. من مكة صفة، دحقوا من مكة شبه جملة صفة لرجلان. قلت الجمل وأشباه الجمل، هذا شبه جملة، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، لأن رجلان نحن لا نعرفهما فنريد أن نتبين من هما فنذكر أوصافهما. من أين جاء هذين الرجلين؟ من مكة، فهذه صفة لهما. الآن
نعود إلى حديثنا، أخبرانا، أخبر فعل ماضي والألف فاعل والنام مفعول به، أن إنا رأينا رجلا فرحانا، هذه إن من أحد المشبه بالفعل، ورأينا هذه جملة راح تكون خبر لأن رأينا رأى والنا فاعل والجملة في محل رفع خبر إنا، ورأينا رجلا هذا رجلا مفعول به وفرعان صفة. لاحظوا الجملة وقعت مفعول به ثاني للفعل أخبر، أخبر أخذ مفعولين، المفعول الأول الضمير نا أخبرانا، والمفعول الثاني هذه جملة إنا رأينا رجلا فرحانا. لكن قبل أن نعرف هذه الجملة أنها خبر علينا أن نعرف المفردات، كيف وجدنا أن رجلا مفعول به وأن النا هنا فاعل وفرحان هي صفة لرجل والصفة تتبع الموصوف. فقوله أخبرانا إنا رأينا وقع جملة إنا رأينا في محل نصب مفعول به ثان للفعل أخبرانا، وأنا فصلت القول في ذلك لأن المفعول به الأول هو الضمير نا. أنا الحقيقة سأكتفي بعرضي لهذه الجمل الثلاثة للأنواع الثلاثة من الجمل التي لها محل من الإعراب، التي هي الجملة الخبرية أو الجمل الخبرية، والجمل التي تقع حالاً، والجمل التي تقع مفعول به. وسنرجع الحديث عن بقية الجمل الأخرى التي لها محل من الإعراب والمتبقية هي أربعة إلى الدرس القادم. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، وأتمنى لكم الصحة والسداد، وإلى أن نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.